نتحول الآن إلى سوريا، والتي تعيش على وقع موسم جني المشمش الذي يتمتع بشهرة واسعة ويدخل في العديد من الصناعات الغذائية المعروفة. صحيح، المشمش الذي يرافق الموائد وخاصة في شهر رمضان كشراب بارد ومنعش. أكيد. أتحدث هنا عن قمر الدين. نعم، مشروب قمر الدين، يعني هذا المشروب المنعش الجميل. تفاصيل الصناعة العريقة في التقرير التالي. تنمو فيها أشجار المشمش،